السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين القناة في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن وردة صباح الخير أو وردة الصباح أو المحكمة. بس قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وندعي لإخواننا في غزة ربنا ينصرهم ويفك كربهم بإذن الله. وردة الصباح أو صباح الخير من النباتات العصارية، يعتبر من مغطيات التربة، نبات زاحف سريع النمو ومزهر طبعا. أزهاره ليها أكتر من لون زي الأبيض والأحمر والبرتقاني واللون اللي قدام حضراتكم ده. هنتكلم النهاردة عن كل حاجة محتاجها النبات ده. بالنسبة للضوء، هو بيحتاج لنسبة إضاءة عالية جدا، بيحتاج على الأقل 6 ساعات في اليوم، وهو بيتحمل درجات الحرارة العالية والشمس المباشرة، وبيحتاج طبعا الشمس المباشرة علشان يساعد على تفتح الأزهار بتاعته. وطبعا الأزهار دي آخرها الظهر وهتنكمش على نفسها وتفتح تاني يوم عادي الصبح، وعمرها تقريبا 4 أيام. بالنسبة للري، هو بيحب انتظام الري ومجرد ترطيب للتربة بدون إغراق، لأن زيادة الري بتوقع كل الأزهار اللي فيه. بالنسبة للتسميد اللي بيحتاجه، احنا بنسمده بسماد MBK مرة كل أسبوعين، وممكن نسمده بأي سماد عضوي أو مخلفات الحيوانات لو عندك. النبات بيتكاثر بطريقتين، إما البذور أو العقل، والطريقة الأسرع هي التعقيل. بناخد عقلة زي دي مثلا ونقصها زي دي كده، وهنشيل كل الأوراق اللي تحت ونزرع العقلة دي في تربة خفيفة. هتطلع معانا جذور من هنا في ظرف 4 أيام بالكتير. دي تربة بيتمس مع رمل خليط. هجيب العقلة بتاعتي وأبدأ إن أنا أفتح لها مكان هنا، أحطها كده، بعدين هسقيها بالماء. بعد 4 أيام هلاقي جذور جديدة بدأت تطلع عندي في العقلة دي. هسيبها لمدة 2 أسبوع لـ3 أسابيع، بعد كده هنقلها في الأسوس بتاعي وهتطلع نموات جديدة إن شاء الله. طبعا النبات ده فيه اصفرار كبير في الأوراق، هو لسه الشتلة دي لسه جاية من المشتل، فيها مشاكل كتير. هنبدأ النهاردة نسمدها بالحديد والـ MBK عشان نزود الأزهار بتاعتها ويكون فيها لون الأخضر الطبيعي بتاعها. وأكيد قبل ده كله لازم هنغير الأسوس بتاعها ونشيل كل الأزهار القديمة اللي زي دي. دي أزهار كلها قديمة، هنبدأ نشيلها عشان نساعد على ظهور الأزهار الجديدة اللي زي دي. بتطلع في حتة زي دي أهي، دي كده أزهار جديدة هتطلع. هنبدأ نشيل القديم عشان نساعد النبات على ظهور أو إنتاج الزهور الجديدة. وردة الصباح اختيار مثالي لو عندك مكان فيه شمس كتير وعايز يكون فيه أزهار حلوة وجميلة. هي طبعا ملهاش ريحة، لكن زهورها جميلة جدا، بتفتح الصبح، بتعمل شكل جميل جدا جدا جدا. وده كان موضوع النهاردة. لو عندك أي سؤال أو استفسار ممكن تكتبه في تعليق تحت الفيديو أو في رسالة على صفحتنا على فيسبوك أو واتساب، اللي هتلاقي لينك بتاعها تحت الفيديو. ادعي لإخوانك في غزة واستنونا فيديو جديد ونبات جديد مع قناة بولس. مع السلامة. Thank you.